السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا في احوال جد جيده. اليوم بغيت نبارطاجي معكم جلابه شتويه اللي يلاه جبتها من عند الخياطه. هذه يومين يعني مازال ما لبستهاش. دونك كيف ما كتشوفوا هذه الجلابه، هذه كنت شريت ثوب شويه غليظ يعني ثوب شتوي. دونك عجبني هاد اللوينات اللي فيه، واحد الماغون ما عرفتش واش لي كولور غادي يبانوا لكم مزيان. فوالا ها هما، دونك هادو هما اللوينات اللي فيه، زوين شتوي وسخون. صراحة يعني لبستيها ودرتي تحت منها غير شي بودي هكا رقيق، ميجيكش نهائيا البرد. بون درت انا الفصالة جبلية دونك الكمام طايحين وتيجيو قصيرين بحال هكذا كيف تتشوفو، تيجيو قصار. درت ليها غير نص طوق في الخياطة ودرتها ليها بهاد الماغون فونسي لانه هو اللي جاها اكثر غادي يفتحها. دونك كيف ما كتشوفو جاو الكميمات قصار غير 3/4. والفصالة درت فصالة جبلية كيف ما كتشوفو هانتو، دونك فصالة جبلية دونك الكتاف طايحين وتيجيو 3/4. صراحة عجبني اللوينين وحتى التوب سخون، زعما اش غادي نقول لكم، سخون. غادي نمشيو نوريكم القب ديالها. صراحة انا باقي ما لبستهاش، علقتها لكم غير فوق هاد السبورة باش تقدر تبان لانني علقتها فوق الباب، حتى اللون ديال الباب ما هو دونك ما بانش مزيان. الوغ فوالا هانتم كيف كتشوفوا، ها ديالها شتي كيفاش تيجي. دونك هاد الشوشه حتى هي لعبت الدور ديالها، صراحه كتزيد واحد الجماليه في القب نتاع الجلابه. واخا مابقاو شي يديروا بزاف الشوشات، مي صراحه انا تجيني جلابه خاصها تكون فيها الشوشه. فوالا هادي هي جليبه شتويه. دونك هادي طول ديال الجلابه كيف ما كتشوفوا، درت ليها غير افتحات قصار، هانتو افتحات غير قصار. فوالا حيت كتلبس مع لي بوت وتتجي قصيصره. فوالا صراحه في اللبسه كتجي زوينه. اي فوالا هادي هي جلابه شتويه اللي درت.